الفكر يا إنسان لو أطلقته متأكد. التصويت على القانون جملة برفع اليد، تفضل التصويت. في بلادنا قام الثوار وقامت الثورة وشعارها التكبير والمنادات بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر فرح الناس به واستبشروا به. بشر الناس بالقرار اللي صدر من المؤتمر الوطني العام أمس باعتماد قوانين، نعم هذا يعني الأمر في غاية الأهمية. إن كان شرف لنا نفتخر به فكل الشرف، بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وكل ما يخالفها يعد باطلا. نرفع الحمد إلى الله تعالى على توفيقه وعلى هذه البشرى التي تزف إلى الليبيين بل إلى المسلمين جميعا. أنا أعد هذا الإنجاز أعظم إنجازات هذه الثورة المباركة، وعد هذا القرار من المؤتمر الوطني العام هو أعظم إنجازاته وأعظم قراراته على الإطلاق. وتحرروا من قبضة الشيطانين.